هلا والله مرحبا حياك الله. طبعا انا اقدم في الركن هنا فن البيروغراف اللي هو الفن الحرق على الخشب، استخدم فيه جهاز البيروغراف بالكتابة والرسم على الاخشاب الطبيعية او سواء الاخشاب المصنعة، بالاضافة الى الرسم على الجلد. طبعا هالنوع من الفن يحتاج كنترول ذهني عصبي عشان تقدر تتحكم في الجهاز، كيف تطلع درجات اللون، درجات الظل، درجات الحرق على الخامة اللي تستخدمها. طبعا في بداية الأعمال الفنية هذه يلاقي يتعلم عليها في صعوبة في البداية، بس مع الوقت راح يلاحظ أنه عنده كنترول على حتى أعصابه، على شخصيته، على تصرفه، لأن اللي يتعامل بالحرارة وينتج منها عمل فني، كيف يقدر أنه يوفق بين هالجانبين. أنا اسمي علاء الدين عبدين، للناس اللي ما بتعرفني أنا فنان تشكيلي ومطيب في الظل. دائما أنا أشارك في البورتريت أو رموز الدولة، عفوا لوحات رموز الدولة، وأحب دائما أدخل الخط العربي في خلفية اللوحة، وهذه مشاركتي لهذه السنة. والحمد لله عندي مشاركات سابقة في الدولة في معرض الصيد والفروسية، هذه مشاركتي للمرة السابعة والثامنة. تشكيلية من قطاع غزة، هاي أول تجربة لإلي في أني أشارك في معرض في الإمارات في أبو ظبي. عمل عندي هون 5 أعمال مشاركة فيهم داخل المعرض، من خلال هو استخدام ألوان أكريليك، خامات مختلفة، ميكس ميديا من قماش، من أزرار، وتفاصيل كثيرة خصوصا في هذا العمل بتدل على المرأة الإماراتية اللي تحمل كل شيء، وسميتها موناليزا الإمارات. عندي أعمال أخرى هما نفس الشيء، استخدام أوراق وقماش داخل اللوحة، بالإضافة إلى عمل الغزال والخيالة الإماراتية. مشاركتي في هذا المعرض شرف لإلي كبير إنه أشارك في هذا المعرض، وتفاجأت كثير من كم الإبداعات اللي موجود داخل. اسمي شذا نمط، أنا من سوريا وبشتغل بفن لف الورق كولينج بيبر، هو فن نوعا ما جديد. حاولت أدمجه بصور البورتريت، لما تشوف صور الشيوخ بألوان مختلفة بتقنيات متعددة، يعني عم نوصل شيء جديد للناس خارج عن إطار المألوف بس الرسم. زي لوحات أكريليك واشتغلت فيها بالورق وخامات متعددة، يعني هون عندك الشبك، أضفت ماء الورق الذهب، أضفت أنواع سيليكون، خامات متعددة بالإضافة للرزن والمعدن كمان بطريقة معاصرة، يعني كان الصقر أو الخيل باللوحة هذه قصيتهم على معدن وبعدين دمجتهم مع مادة الرزن إيبوكسي، كمان مادة جديدة نوعا ما. نرامي الكيلاني مشاركين في يعني في الخمس أو سبع سنوات الماضية، رأينا أنه ما كان في توثيق لأمتنا لتراثنا الثقافي من خلال عين الفنان وإحساسه، فحبينا أنه نبدأ في مشروع توثيق امتداد للعمل من المستشرقين، من عمل فني وليس فكري. يعني الفكر تبع المستشرقين كان فيه تغيير شوي للواقع، كانوا يحبوا يشاهدوا مشاهد معينة في 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 تراثنا وفي حضارتنا وفي أمتنا، ولكن إحنا اللي عملنا إنه طلبنا من كثير من الفنانين العالميين على مستوى عالي جدا كلهم، واشتغلنا في الووتر كولر الألوان المائية لتوثيق المنطقة العربية. مشروع ما زال مستمر والحمد لله، اليوم إنتاجنا وصل إلى 75 تقريبا لوحة مائية من 8 فنانين من 8 دول مختلفة. أنا تسنيم معاكم، أنا أول مرة أشارك مع المصيدة الفروسية، والحمد لله تجربة رائعة كأول يوم، وإحنا الحين حاليا ثاني يوم. أنا نوع رسمي، يعني أنا رسمي مبدئيا عبارة عن فحم ورصاص نفس ما أنتم شايفين، بركز على نوع الرسم، لكن حبيت أني أغير شوي، رسمت بعض الرسمات ألوان أكريليك. الرسومات كلها عن تراث الإمارات، يعني عندنا مثلاً بخصوص الأحصنة، أحصنة كلها من تراث الإمارات، شيوخ الإمارات، كل الرسمات متعلقة بالتراث. معكم سالم عبدالله الكعبي، فنان تشكيلي ومهندس ومبتكر، حاصل على براءتين اختراع. مشاركت اليوم في المعرض بتقنية جديدة اللي هي رسم الوجوه البوتري بتقنية السكين من دون استخدام الفرشاة، جميعها عبارة عن ألوان زيتية. أول لوحة للشيخ عمار مع الصقر العربي في أحد المقانيس في المغرب، واللوحة الثانية للشيخ زايد، العمل مش مكتمل ولكن في مراحل فينيشينج بارت، أيضا رسم بالسكين تكوينات الألوان بين الظل والضوء.
وهنا ايضا بعض الاعمال الشيخ سيف بن زايد، ايضا رسم بالسكين بوضع الالوان بالسكين من دون استخدام الفرشاه. وايضا هنا عندنا جميعها منتجات مبتكره للرسامين والفنانين، عباره عن منتجات طبيعيه صديقه للبيئه وحاصلين عليها براعتين اختراع. انتجنا ورنيش للرسامين اللي يرسمون اللوحات بالاكريليك والالوان الزيتيه، عباره عن طبقه لامعه يضيفها الفنان بعد ما ينتهي من العمل الفني. خلصنا من المواد السامه، استبدلناها بمواد طبيعيه بمواردنا الطبيعيه، استخدمنا الالوان والصمغ العربي. بعدها استخدمنا عواد الفحم بحد الاشجار الموجوده في دوله الامارات، خضناهم احنا حفاظا على البيئه وحولناهم الى خشب فحم للرسامين. عندنا الالوان الزيتيه الطبيعيه، وايضا انتجنا مذيبات للرسامين الالوان الزيتيه من قشر البرتقال. فهدفنا الكبير هو ابتكار منتجات طبيعيه صديقه للبيئه، وايضا استبدالها المنتجات العالميه بمنتجات طبيعيه ودعم للمنتج الطبيعي.